النهارده لاعبتنا النجمه المتالقه الحقيقه مع فريق النادي الاهلي لكره اليد سيدات نصر عيد، كانت النهارده في الملعب ويعني قرينا على السوشيال ميديا ان هي وقعت في الملعب وتعبت شويه كده. خلينا نطمن منها برضو على ايه اللي حصل ويعني ايه اللي يخليها برضو النهارده اليومين دول النادي الاهلي الحقيقه يعني عندنا العين عاليه شويه، فخلينا برضو نطمن على نصر النهارده ونشوف اخبارها ايه. كابتن نصر اخبارك ايه؟ كوتش ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا حضرتك، عامله ايه؟ كله تمام؟ والله تمام. طمنينا ايه اللي حصل، ويعني فوجئنا الحقيقه بكلام كتير على السوشيال ميديا، فيعني برضو عايزين نطمن منك ايه اللي حصل النهارده لا والله، بس هو يعني زائد الدوخه كده، حصلت كده شويه في التمرين كده، في اخر التمرين خالص، فحسيت بارهاق جامد، فكان اغمى عليا وكده، ما حسيتش ان انا احسن حاجه، فاتنقلت الى المستشفى يعني، وعملت الاجراءات الطبيه كلها، والحمد لله انا احسن كتير يعني، الحمد لله. طب في المستشفى قالوا لك ايه؟ رحت مستشفى جنب الصاله بتاعت العباس جدادات، قوات ال جوية. قوات الجويه. قالوا لك ايه يا نصر؟ والله يعني كان ممكن بس الضغط، السكر، ممكن السكر عندي قل شويه وفي التمرين وكده، هو ده بس اللي ادى للدوخه يعني وكده، وادى اللي انا ما ادريتش بايه اللي حصل وكده، بس الحمد لله يعني عملت كشف قلب ومخ واعصاب وكل حاجه، فالحمد لله كل حاجه سليمه يعني، بس هي كانت الدوخه بس كانت قويه شويه. طيب يعني انت ان شاء الله بكره في التمرين، انا عارف ان في ماتش يوم السبت ان شاء الله، باذن الله، ان شاء الله باذن الله. يعني موجوده بكره في التمرين عادي والدكاتره طمنوكي، ولا نستنى لبعد يوم السبت نطمن اكتر؟ لا لا ان شاء الله، بس كان الدكتور رودو، كابتن دوله وكده يعني، فاضلين ان انا اريح بكره وكده، انا ما كنتش عايز اريح، بس هم يعني شايفين ان انا ممكن اريح زياده احسن، اطمئنان. زياده اطمئنان بس وكده، فالحمد لله، فرايح بكره ان شاء الله، وان شاء الله اكون فاضي يوم الجمعه في التمرين باذن الله. كل التوفيق يا كابتن على يعني الماتش اللي جاي ان شاء الله، ربنا يكرمكم. بس حبينا نطمن لانه كلام كتير على السوشيال ميديا ومن خلال قناه النادي الاهلي، حبينا شكرا نطمن جمهور النادي الاهلي على حبيبي، صحتك. شكرا جزيلا يا كابتن نصر على وجودك معانا.